FM. الكلمة ليك. التصاريح الأولى اللي قلناها وإحنا كنقابة قلنا كونه السلاح الكبير هذاك هو تو تحت الاختبار. لا قلنا لا سلاح حربي ولا قلنا كذا، قلنا سلاح مشتبه فيه كونه معناها عنده قرابة للسلاح الحربي. لكن بعد الاختبار تبين أنه فهمت سلاح ما هو سلاح، معناها مش لعبة كما يقعد يتداول، لكن هو معناها ينزل يتطور الهذيك اللعبة اللي يحكي عليها تو العلام، ينزل يتطور وينزل فهمت يكون معناها استعماله معناها مش غير سلمي. لكن السلاح الاخر اللي يتم في وسط المجرورة والخراطيش هذيك لو عب زادة يمشي معك أكثر الجوازات تفر استعمل في المجرورة يخي جوازات تفر السلاح لو عب وجوازات تفر هذيك كراس رقم 12 كراس دروس هذيك سي رزاق قالت هذيك غلافات متاع جوازات سفر كابا فان الكلمة ليك.